ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. وصلنا للفقرة الطبية. طبعا القلق والتوتر بيشغل تفكيرنا طول الوقت وكفيل يوقف نشاطنا بالكامل ويصعب علينا كل حاجة، يمكن حتى النوم، وخصوصا طبعا مع دخول المدارس والضغوط النفسية اللي بتحصل للأمهات كلها، وبيسبب لهم أرق بسبب تغيير معاد النوم وغيرها كتير. طيب إيه هي المعادن اللي إحنا محتاجينها علشان نتخلص من الأرق والتوتر ده؟ هو ده اللي هنعرفه النهاردة من ضيفتي المشرفاني منوراني في الاستوديو، دكتور دينا أبو سعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال. أهلا يا دندور، حبيبة قلبي، منورانا النهاردة. بنورك، جبت لنا موضوع مهم جدا طبعاً. كلنا عايشين هذه الفترة العصيبة، وأرجو من الله ولا يكتر على الله إن هي تعدي على كل خير والولاد يبقوا متفوقين طول الوقت إن شاء الله. إن شاء الله. القلق والتوتر، إذا ما جاتش على بالنا فكرة إن القلق والتوتر ده ممكن يسبب لنا نقص في المعادن دي، هل دي فعلا حقيقة ولا؟ هو نقص المعادن والفيتامينات بيصيبنا بالقلق والتوتر، ناس كتير مش عارفه ده يا عظيمه. والله طبعا طبعا. توتر وقلق، يبقى الاكل اللي احنا بناكله اللي فيه الفيتامينات والمعادن مش كفايه. من اهم الفيتامينات والمعادن لتحسين المود العام وتحسين نشاطنا وتحسين نومنا طبعا فيتامين بي. فيتامين بي رقم واحد، وكل انواعه، به واحد واثنين وثلاثه وخمسه وسته وسبعه واثناشر، الكوبالامين. مهم قوي لتحسين التوتر والقلق الزنك. ناس كتير مش عارفه ده، زنك وكالسيوم الاثنين كمان. ومن اهم الفيتامينات اللي بتحسننا في موضوع التوتر والقلق فيتامين سي. ناس كتير تقول لك فيتامين سي ده مناعه بس. لا، ده طلع بيساعد في الحرق وحاجات كتير. بيساعد جدا في الحرق، بيساعد في المناعة، بيساعد في تحسين المود العام والقلق والتوتر، وبيساعد من الوقاية من فقر الدم بطريقة غير مباشرة، لأنه بيعزز لي امتصاص الحديد. وبيدي نضارة للبشرة، لأنه بيحفز لي إنتاج الكولاجين. ففيتامين سي مهم وضروري أن أنا أخده يومياً، وفيتامين بي مهم مش بس للتوتر والقلق، مهم لتكوين كرات الدم الحمراء الكوبالامين، مهم لعملية التمثيل الغذائي وسرعة الأيض. وأنا على طول بقول من غير تمثيل غذائي أصلا ما فيش حياة، لأن التمثيل الغذائي هو اللي بيمدنا بالطاقة والحركة والنشاط. مهم للطاقات حتى الخفية، من نقل هرموناتنا، من نقل الخلايا المناعية بتاعتنا، من نقل فضلاتنا. فيتامين بي مهم جدا. الزنك مهم للتوتر والقلق، ومش بس كده، يعني الزنك ليه أهمية كبيرة جدا كمان لكل العمليات الحيوية في الجسم. مهم لشعري الزنك، طب. مهم لبشرتي، مهم لحمض المعدة، مهم لحاجات كتير، مهم لضوافري. والكالسيوم مهم جدا أنه هو يقدر يحسن لي موضوع القلق والتوتر، مع أهمية الكالسيوم لتقوية عظامنا وتقوية أسناننا وانقباض عضلاتنا، ومنهم عضلة القلب. هايل. طب قولنا بقى، احنا في أكلنا ممكن فعلا تبقى يعني كميه المعادن دي كويسه حتى لو مش بناكلها بانتظام، ويعني ناخدها من الاكل برضو؟ اكيد في نسب، هنحصل على نسبه. بالظبط. طيب اللي ما بيقدرش بقى ياكل الاكل ده، يعني ظروف شغله وحياته ما بتهيئوش انه ياكل كل العناصر، ياكل وجبه فيها ثلاث اربع حاجات وخلاص. ده يعمل ايه بقى؟ ده لازم يمشي على مالتي فيتامينز. لازم. صعب ان احنا نعرف نعمل مونيتور لكميه الفيتامينات والمعادن. الفيتامينات والمعادن مهمه جدا للجسم ان انا اخدها يوميا، والجسم ما بيصنعهاش. فمهم قوي ان انا اخد فيتامينات ومعادن يوميا. وبعض الاحيان في ناس فيجيتيريانز، يعني في ناس نباتيين، بيبعدوا تماما عن اللحوم، واللحوم مصدر غني. ما احنا النهارده عاملين حلقه خاصه بالفيجيتيريان. بالظبط. بالعدس وبالبقوليات. العدس والبقوليات دي بروتين عالي على فكره، بروتين طبعًا عالي. طبعا طبعا. لكن عندك فيتامين بي 12 موجود في المصادر الحيوانيه بس. فيتامين بي، فلازم امشي على مالتي فيتامين. هرشح ايه النهارده؟ الرائع اللي فيه كل الفيتامينات اللي اتكلمت عنها، الفيتامينات اللي دعمها لي القلق والتوتر والمناعه والتمثيل الغذائي وخلايا عظمي ونضاره بشرتي وشعري، هو اي ال بي مالتي فيت او الب مالتي فيت.
بدعم قلب مالتي فيت جدا طبعا، صورته على الشاشه عظيمه ما عنديش اي بديل. في كل الفيتامينات اللي اتكلمت عنها، وده اللي بيميز قلب مالتي فيت انه بيحتوي على عائله فيتامين ب الكامله. في فيتامين سي بنسبه 500 ملي جرام، في الفوليك اسيد، الفوليك اسيد مهم جدا للدم ومهم جدا لدعم النفسي كمان. في فيتامين هي، فيتامين هي يمكن لسه ما اتكلمتش عنه، فيتامين هي اللي هو فيتامين اي اقوى مضاد اكسده موجود. طبعا فيتامين اي انتي اوكسيدنت بالدرجه الاولى، ولازم امشي على مضادات اكسده لان جسمنا بيتاكسد من حاجات كتير قوي احنا بنعملها في اليوم وما نعرفش ان ده بيأكسد. منها الزيوت النباتيه المصنعه اللي بنقلي بيها مره واثنين وثلاثه، ده بيأكسد على طول. نسبه كبيره جدا مننا من الستات والرجاله بتدخن، ده بيأكسد. التعرض للشمس بدون واقي شمس بيأكسد، والتلوث يا دينا، والتلوث قاعدين في مكان مش شرط تكون بدخن، بس ممكن اقعد جنب ناس بتدخن. صح صح صح. والغبار والتراب والعفار ايوه هي دي. على الشاشه عظيمه. مميزات، كلمينا بقى عن كل حاجه موجوده فيه ونسبها، وهو ليه بيتميز عن غيره بقى. يعني انت عماله تقول لنا قلب مالتي فيت، طبعا طب ما في كتير مكملات غذائيه في السوق، اكيد في ناس بتشوفنا لاول مره هتقول طب وهو ايه يعني ايه، ما هو في كتير من الفيتامينز فيهم كده. اوكي، قلب مالتي فيت الاعلى تركيز في الزنك، صعب قوي الاقي مالتي فيتامين فيه التركيز العالي ده من الزنك. هو النسبه بتاعته عاليه 23.9. الزنك مهم للمناعه، للطاقه، للذكوره، للبشره، للشعر. وقصات الزنك ما دام باخد زنك يوميا لازم اعادله بالنحاس، وده بيتحقق في قلب مالتي فيت، فجامع للزنك مع النحاس. كويس، بيقوي لي المناعه جدا. المناعه يعني فيتامين سي وزنك، غني بمجموعه فيتامين ب الكامله. يعني فيتامين ب ما اعتقدش ان احنا بنقدر نلاقي في الصيدليات او كده مكمل غذائي في كل عائله فيتامين لا ما بيبقاش، صعب جدا. فده اللي بيميز قلب مالتي فيت. قلب مالتي فيت داعم جدا كمضاد اكسده زي ما قلت، لانه بيحتوي على فيتامين اي وزنك، وداعم جدا لصحه الشعر والبشره والضوافر لانه فيه كالسيوم وزنك وبيوتين. طبعا كمان مميز جدا لان هو كمان مرخص من هيئه سلامه الغذاء، موجود في الصيدليات. كويس، ودي حاجه تطمني. سعره رائع، سعره في متناول الجميع بلا استثناء. لا، والعلبه فيها 3 شرايط. صح، يعني تكفي شهر، هتكفي شهر. هو الجرعه قد ايه دي؟ الجرعه المصرح بيها طبعا برضو على الشاشه هنا يا عظيمه، لو سالوا في الصيدليه مش لاقيينه بيقدر الدكتور الصيدلي يكلم الشركه المتحده عشان لو عايز يوفر من خلال كود الدكاتره ده. بالظبط، ده كويس، ده كل اصدقائنا بقى اللي في المحافظات. بالظبط، لو هو ما لقاهوش جنبه ولا حاجه يقدر يخلي الصيدليه هي اللي تطلبه، هي اللي تطلبه من الشركه المتحده للصيدله. كويس، الجرعه المناسبه لجميع الاعمار وستات ورجاله هي قرص واحد في اليوم، ما بكترش عن قرص. القرص ده باخد منه 13 فيتامين ومعدن. هاخده امتى؟ يا اما بعد الفطار بساعه على كوبايه ميه كبيره، او بعد الغداء. ما برشحوش بالليل لان فيتامين بي داعم جدا للطاقه. فباخده الصبح بلاقي نشاط، والله بلاقي متحرك. انا افتكرتك النهارده ازاي؟ انا كنت تعبانه جدا امبارح، يعني بجد اليوم قليل، وطبعا الدراسه والدروس يعني الواحد خلاص تعب، فمجهود المذاكره ده مرهق. صح، انك ما تقدريش تختلي بنفسك ربع ساعه 15 دقيقه تقعدي ساكته بس، فكنت مرهقه جدا وتعبانه بجد. وبعدين جيت اخد الفيتامين، قلت ايه يا دينا، قالت لي ما تاخديهوش بالليل، رغم ان انا كنت محتاجه له جدا، يعني حتى حاسه ان انا عايزه اقعد مستريحه، بس خدته الصبح. الصبح يبقى جميل. خدته اللي بيتاخد بالليل ده المغنيسيوم، ده اللي بيعمل ريلاكسيشن للعضل حقيقي، مغنيسيوم بس. لكن معظم الفيتامينات انا بفضلها صح، انا خدته الصبح. اوميجا بيتاخد بالليل، يعني اوميجا بالليل ممكن يستحسن بالليل على حتى فيتامين د مش محبذ ان احنا ناخده بالليل، ناخده برده في نص بالزبط اليوم. بالظبط. لا، قلب مالتي فيت داعم جدا، ولما خدتيه الصبح يا عظيمه لا حسيت ان انا شايفه في نشاط وفي الحمد لله. لا لا، انا كنت خالص يعني كان مفيش خالص، ما كانش فيه صوت اصلا. لا لا، قلب تعبانه جدا فعلا. عارفه نجاح شركه بايوناتشرز الحقيقه من الفيدباك بتوع الساده العملاء، طبعا قد ايه بيبقوا مبسوطين، ومن اول اسبوع الانتيك او لما بياخدوه بيكلموا الشركه بيشكروا شركة بايوناتشرز على هذا المنتج الرائع، واخد ترخيص من هيئة سلامة الغذاء، ومناسب حتى أصحاب الأمراض المزمنة. كنت لسه هسألك بقى، هو مناسب لكل الأمراض المزمنة، سكر، ضغط، كوليسترول، قلب؟
سكر لازم يدعم بـ 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 مع الادويه الخافضه لنسبه السكر في الدم، لازم ياخد فيتامين بي. اوكي. فيتامين بي داعم جدا لاعصابه. اه ازاي نسيت اقول ده، مقوي قوي الاعصاب الطرفيه حتى اعصاب العين. بتلاقي احيانا مريض السكر عنده حاجه اسمها بليرد فيجن، طبعا لازم يظبط السكر عشان عينه ما تتاذيش، ويدعم بقلب مالتي فيت. مهم جدا جدا. مريض الكوليسترول برشح له جدا قلب مالتي فيت، لانه لازم ياخد مضاد اكسده. كويس. وده بيتحقق بقلب مالتي فيت، لان فيتامين اي بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره اللي بتتحول الكوليسترول وتترسب لي في الاوعيه وتعملي لا قدر الله جلطات. فمع الادويه الخافضه للكوليسترول طبعا مهم جدا، بياخد قلب مالتي فيت. وحد مريض القلب ما عنديش اي مشكله مع اصحاب الامراض، مش حاجه تتضارب معاه، لان هو مش هو مكمل غذائي، هو ما فيهوش ماده فعاله. ايوه. ليها تاثير، ليها تاثير مع الادويه اللي بياخدها. هو فيتامينات، هو مكمل، بنكمل الاكل الصحي بتاعه. اللي احنا بنفتقده على مدار، احنا فعلا ما بنقدرش ناخد كل الايتمز المطلوبه لجسمنا. حقيقي دي. طبعا طبعا، حقيقي فعلا. طبعا. طيب كلمينا بقى عن الاطفال اللي هم سن الدراسه بقى بدات، ومن سن ال 13 الاعمار اللي هي بدات تعرف تبلع. تبلع. الاطفال بياخدوا برضو قرص واحد يومين، هو هي 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 دي هو دي هي دي الجرعه المصرح بيها من هيئه سلامه الغذاء. أوكي. قرص واحد يوميا، مش محتاجه ان انا مش يعني في ناس تقول لك ايه، انا لقيت نتيجه حلوه قوي من قلب مالتي فيت فاخد قرصين وثلاثه بعد كل وجبه. لا لا، احبذ الاكثار في الفيتامينز. طبعا قلب مالتي فيت معظم فيتاميناته قابله للذوبان في الماء. كويس. فملهاش سميه في الخلايا، فدي حاجه حلوه عشان الناس ممكن تخاف من نسبه الكالسيوم بقى. الكالسيوم يا عظيمه نسبته صغيره، يعني نسبته 70. طبعا الناس تقلق لو بتاخد سبلمنتس فيها جرعات عاليه جدا من الكالسيوم من نفسها من غير استشاره طبيب. انا لا احبس ده، لازم تحليل ليه هو والفيتامين د. ده اللي عرفته يعني. طبعا قلب طبعا الناس البالغين بيحتاجوا 1200 ملي جرام. قلب مالتي فيت فيه 70، فما يقلقنيش ان انا امشي عليه ديلي يوز ومن غير حتى استشاره طبيب، لان ال 70 ده من ال 1000 حاجه صغيره. حتى يجي يقولوا لي قلب مالتي فيت كفايه لعلاج هشاشه العظم مثلا، لا. دي محتاجه دكتور هو اللي بيدي البروتوكول بتاع علاج هشاشه العظم. بيدي كميات كبيره جدا جدا من الكالسيوم، بيدعم في فتره معينه. أيوة. معينه، وبعد كده بيمشي. ممكن انت بقى اذا تحافظي هتستمري على حاجه ما مش مضره. بالظبط بالظبط. قلب مالتي فيت ملوش اي اضرار اطلاقا، زي ما انا شايفه نسبه الكالسيوم فيه 70 ملي جرام، والكالسيوم مهم لتقويه عظامنا وتقويه اسناننا، ومهم لانقباض عضلات القلب. طبعا، او اي عضله في جسمنا، ومهم جدا للحد من التوتر والقلق. ناس كتير مش عارفه ان نقص الكالسيوم بيعمل توتر وقلق. طبعا. طبعا. وازاي نقدر نحصل على قلب مالتي فيت؟ طبعا للمزيد من المعلومات احنا عندنا صفحه على الفيسبوك، على الفيسبوك اسمها بايو ناتشرالز. بنقدر نستفسر ونقدر نحصل على قلب مالتي فيت من خلال الصفحه، او عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه، ارقام شركه بايو ناتشرالز. عندنا اكيد مندوبين في كل انحاء جمهوريه مصر، او نقدر كمان ناخده من الصيدليات. احنا موجودين في سلسله صيدليات معروفه كبيره. بالظبط. لو مش موجود في صيدليه ما جنب البيت، بنقدر نكلم الدكتور الصيدلي. الدكتور الصيدلي يقدر يوفره عن طريق الشركه المتحده للصيدليات، دي اكبر شركه توزيع الكوزماتكس والادويه، بتوصلوا لكل الانحاء لو هم اتصلوا من خلال الارقام. طبعا بنوصل لاي حته داخل جمهوريه مصر العربيه. طيب كلميني بقى، يعني احنا خلاص دلوقتي احنا هنبدا ناخد الفيتامين للاطفال. المفترض ان انا يعني معلش في بعض الفيتامينز دي يقول لك ايه، انا ما اقدرش اخدها لفتره طويله. انت تاخد مثلا 3 شهور وهتوقف شهر وبعدين تستكمل تاني تاخد حاجه تانية. طبعا في بعض الفيتامينز تحبس بالطريقه دي، ما فيش مشكله. لكن قلب مالتي فيت لو انا بقول ما فيهوش اي مشكله لو انا مشيت عليه لايف تايم، لان الفيتامينز اللي فيه ووتر سوليبل، غير ذائبه في الدهون، هي ذائبه في الماء فقط، فما لهاش سميه. حتى يقول لي ايه، طيب التراكيز بتاعت قلب مالتي فيت عاليه،
هل لو امشي عليها هتاثر لي على الكلى ما دام هو بيخرج عن طريق الكلى؟ بقول لا خالص، لان التراكيز اللي فيها افريج، ما فيهاش اي في الرينج المعقول اللي ما يضرش. بالظبط الرينج اللي احنا مسموح بيه يوميا. فبالنسبه لالب مالتي فيت، ما دام بتكلم على الب مالتي فيت مش محتاجه اوقفه، الا بقى لو انا عارفه ان انا بقى باكل اكل كويس جدا وجسمي ما بيتاكسدش والكلام ده كله، بس بيبقى صعب والله يا عزيزي. هو في سؤال مهم لصديقه بتسال، خصوصا اللي هم مرضى الغده. بتقول هي شالت الغده وعملت عمليه وشالت الغده، طبعا شفاها الله وعافاها، وخايفه تاخد اي فيتامينز، يعني خايفه تكون ليها ضرر، فهل تعمل ايه؟ قلب مالتي فيت ملوش اي ضرر، اكيد بتمشي مع الدكتور لان ممكن وقتها تحتاج علاج هرموني او سمثينج يعني، لكن قلب مالتي فيت لا يتعارض اطلاقا معاها. أوكي. اطلاقا، بالعكس يعني مفيش مشكله خالص، هيديها نشاط، هيديها حيويه، هيديها مود كويس مع الادويه اللي الدكتور بيكتبها لها او العلاج الهرموني اللي بتاخده، مفيش اي مشكله. طب اسالك بقى حاجه، بما اننا داخلين فتره شتاء طبعا البشره بتجف تلقائي، فما بنبقاش قادرين نفرق ساعات كده بين ان احنا بشرتنا باهته او جافه او عشان عوامل الجو يعني، ولا عشان ده نقص فيتامينز. بصي البشره الجافه ليها، وطبعا احنا داخلين في الشتاء، والبهته دي اللي تحسي طبعا الوش بيل كده، طبعا يعني حاجات كتيره قوي يا عظيمه. يعني اولا احنا داخلين في الشتاء وبننسى نشرب ميه، يا ريت نعرف نشرب ميه كويسه قوي كويس. وطبعا نقص الفيتامينز بتبان على الوش جدا، يعني يعني اعراض نقص الفيتامينز اولا شحوب البشره، الهالات السوداء، ظهور تشققات حوالين البق، بنيجي نغسل سناننا نلاقي دم الصبح، الهالات السوداء برضو احيانا بيبقى نقص حديد، التشققات اللي حوالين البق بيبقى نقص فيتامين بي. خلي بالك فيتامين بي ليه دور قوي جدا في ترطيب البشره. انت عارفه ان كمان عرفت من الدكتور قال لي فيتامين سي مهم قوي، البشره تبقى يعني الناس اللي بشرتهم جافه لازم ياخدوا فيتامين سي طبعًا. بنسبه كبيره طبعا كويس طبعًا. يعني يواظبوا عليه. فيتامين سي ترطيب وتحفيز الكولاجين، ما انا قلت ان بعد سن 25 سنه نسبه الكولاجين عندي بتقل. الكولاجين ده بروتين اساسي لصحه بشرتي وبروتين اساسي لصحه غضاريفي. لا ده قال لي كمان ايه، قال لي انه ساعات بيظهر الاستريتش ماركس بسبب انها ما بتاخدش فيتامين سي. فيتامين سي طبعا، تخيلي. طبعا هقول لك ليه، لان الاستريتش ماركس بيبقى نتيجه حاجه اسمها ديستراكشن للكولاجين. فالكولاجين بيتكسر وقت لما ممكن بعد الحمل والولاده او عدم الرياضه، والجسم بدا يفقد الكولاجين. ده حتى الاطفال ويفقد الإيلاستين. دي كانت يعني اطفال في سن البلوغ طبعا، بس يعني ممكن يتعرضوا لده. تخيلي. اكيد طبعا. قلب مالتي فيت بيحتوي على فيتامين سي بنسبه 500 ملي جرام، 500 ده ممتاز. واكيد مصادره من السلطات، احنا عارفين الليمون اي حاجه سترس، برتقال، الحاجات دي كلها مليانه، والتوت والجوافه مليانين فيتامين سي. موجوده دلوقتي الجوافه. ايوه. لكن بيبقى صعب ان انا كل يوم اعرف ان انا اكل طبق سلطه محترم او فاكهه، اكل فاكهه، بيبقى صعب. ولازم ادعم بفيتامين سي اللي موجود داخل قلب مالتي فيت. وبرجع اقول لكل الناس اللي بتتفرج عليا، قلب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، اي حد هياخده بكل امان، موجود على رف الصيدليه، وده بيديني الامان التام ان انا استخدمه. وسعره مناسب. سعره مناسب. العلبه فيها 3 شرايط بتكفي شهر طبعا، بتكفي بما ان انا جرعه كل يوم قرص واحد. كل يوم قرص واحد. ولا يتعارض اطلاقا مع اصحاب الامراض المزمنه. وبدعمه للسيده الحامل، بدعمه جدا للسيده المرضعه او السيده الحامل. ممكن الست الحامل بعد الشهر الخامس طبعا لازم اي حاجه بتاخدها بتستشير الدكتور بتاعها، لانه هيقولها لا انت محتاجه كالسيوم زياده قوي. لان السيده الحامل بتبقى محتاجه 1200 1300 ملي جرام من الكالسيوم. بدعمه جدا لمريض السكر ومريض القلب ومريض الكوليسترول. وزي ما انا شايفه على الشاشه، صحتك في قرص واحد يوميا، مناعه، طاقه، ذكوره، تمثيل غذائي، عدم مود حلو، كل ده بيتحقق بقرص واحد فقط من اي ال بي مالتي فيت او الب مالتي فيت، من انتاج طبعا الشركه القويه جدا، شركه بايو ناتشرالز. حبيبتي يا دندونة، انت نورتيني النهارده بجد، بشكرك جدا. وبشكر طبعا ضيفتي اللي نورتني وشرفتني، دكتور دينا ابو السعود، المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. نورتيني يا قلبي. ميرسي ميرسي يا عزيزي. وبشكر كل مشاهدينا الكرام المتابعين لينا من خلال
خلال شاشة قناة الأهلي. تحية وحب وتقدير لحضراتكم، أتمنى من الله ولا يكتر على الله. أشوف حضراتكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.